السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور الحبيب، أصبحكم مبروك، تربحوا إن شاء الله ورحنا زائدين في الحكاية. واه يقول لك فراشك نقيه والما ما تشربه حتى تصفيه، اللي بغيك بغيه واللي كرهك زيدو خليه. هذه راها دايما رسمية. أرنا يا سادات يا كرام، السيد على القمام سيكير راه جاي حتى يخلط على هذه 500 خزانة يسيبها مضروبة من القنت للقنت. شتا قال السيد على القمام؟ قال غادي نصرف على هاد الخزاين، غادي كي نولي للصحابه غادي يقولوا لي واسمو فيهم، غادي نقول لهم ما نعرف، غادي يردوني انسان جابين، يعني جابين هي خواف. قال انا والله يا هاد الخزاين غلا نتيمهم بالموت والله بالحياه، ندي الاخبار بلا ما عاد نضل نكعلل. جاي يطلع منا تمشى منا تمشى منا حتى يخلط الخزانه اللي فيها البنت. مسحورة على الخزاين، طوار في حرير، لوتان فضة، الركايز ذهب، الخزانة مزوقة على كل نوع. اش قال السيد على القمار؟ قال حقي ويماني الا الحي راه كاين في هذا الخزانة، يا ربي تسمح لي راني غادي ندير الباب بيدي وليا ما يجوش مساميها بالعود ويزبد السيف. شرق الخزانة يا سادات، وحل الشقة نتاع الخزانة، هو تبان له البنت كأنه هو ثعبان، راقدة متغطية بالسالف ديالها ومتفرشة بالسالف ديالها. اش قال السيد على القمار؟ ايه يا كيتي، هاد الثعبان اللي راه خالي هاد القبيلة ها فين راه راقد؟ بصح غادي يشوفني صوت عليا يحرقني. ايه كل حرب ليه خداع، كي غادي ندير له؟ انا غادي نغزو بالسيف منين ما خرج راسو نطير له راسو. يحط الحديد بارد على الساق نتاع البنت، البنت ناضت مخلوعة زقات غير زقوة. ايه قال ليها ليه ليه اخلا دار ما مزينها. قال ليها قولي لي باغي نسولك، واش انتي من الجن ولا من الانس؟ لا قالت لها انا من الانس. شنو راكي ديري هنا؟ قالت لها الشيباني بعدا وانت منين؟ هنا. ايه قال ليها انا على الله على نكر حسبه، انا عربي من الامه نتاع محمد رسول الله. صحة شاجي دير هنا؟ قال ليها جابتني الطريق، هاد الناس ما كانوش يكذبوا، جابتو فعلا الطريق. قال ليها انت اسمو راكي ديري؟ راكي خلعتيني، اكيتي نطيع ليها نبرد في قاعي؟ لا، نويها حلال تاكلها حلال يا رسول الله، الحلال مبين والحرام مبين. وحاجه واحده، كاينه حاجه واحده في الحيوان تعرف الحلال وتعرف الحرام، اسمو هي المش. القط يعرف الحلال ويعرف الحرام، واه الا عطيتو واحد الحاجه ياكلها قدامك ويبقى يمعوق يقول لك زيدني. بصح الا شاف واحد الحاجه ما غاديش تعطيها له يخطفها يمشي للوعر وياكلها. شوف الحيوان يعرف الحلال والحرام، فين حار بنادم اللي غادي. قال لي اسمو راكي ديري هنا؟ قالت له انا راني شرطه على الملك الخمساني، يجيب لي 400 غزال حيه ونديروا العرس. ايوا وراه جاب لي 394 غزال، راح باقي له 6 نتاع الغزلان، راح مشى يجيبهم اليوم ان شاء الله العشرة الحداش تكون عندنا العرس. يا السيد على القمار اكيد عاد ما درتوش العرس؟ ايه مزيه يا ربي اللي راها عاد مبلعه. قال ليها قالت له الشيباني انتم العرب ملي كتنخصوا ويبقاو لكم الاولاد بالجوع، لو كان يصيبوا يطيحوكم في النار. هالسيد ما كذبش، قال ليها بنتي واه بصح راني مخصوص، مخصوص بالمراه. قالت له غادي نعطيك واحد النصيب نتاع المال والطريق اللي جيت معاها واللي معاها، الا خلط عليك الراجل ديالها راهم ما يبغيوش العرب غادي يقطع لك راسك. يقطع لي راسي؟ ايه. قال لي راي المال، الملك مخصوص بمراه وانا مخصوص بمراه، الا خلي يطلقتك الله يطلقني معاه حلوله. اعطته المال الحباب ويقبضها من الذراع ديالها ويرميها موراه فوق العود، خطفها كانه هو برق خطيف وناس بكري ماشي هما نتاع اليوم. قالت لها الشيباني واش راك دير؟ قال لها شوفي ملك الخمسان مخصوص بمراه وانا مخصوص بمراه واللي غلب يدي. شاف لقات له كي داير الرويح تاع الشيباني هنا، درك يخلط عليه واحد يطيح سقلي قلبه. بعد بواحد الزوج كيلومتر 3 كيلومتر وضرب البلان. قال انا واسمو راني ندير؟ الا انا ديت هاد البنت غادي نديها للمدينه وغادي يجي الكافر لاحقنا وغادي نموتوا رجال على قدري. ايه انا نديها على ذراعي والله نموت، انزلي هنا انزلي.
سوميسا نزلت أربط العود نتاعو وهي تدور فيه. قالت له الشيباني كان شي ما ناكلو؟ قال لها بنتي الخير موجود، شوف البركة اللي كانت بكري، أرانا ناكلو. يضرب الزعبولة يجبد حبة نتاع التمر اقسمها على زوج، النص عطاه ليها والنص كلاه. قالت له هذا واش راك تضحك عليا؟ قال لها هذا التمرة فايتها في اليد نتاع الحبيب محمد رسول الله، قولي بسم الله وكولي غادي تشبعي. هاي 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 هي السحر نتاع العرب كي داير. قال لها غير قولي بسم الله، الا ما شبعتيش نزيدك. جاهله يدور يستناها غير تقول بسم الله. قالت بسم الله، دارت هذاك نص التمرة في فمها. يا الحباب يا سادات ما جات تكملها اللي حتى شبعت. ها قالت له الشيباني، قال لها نعم. قالت لها الرب ديالكم خير من ربها هي البعيدة. أبنت الحرام واش كاينين جوج رباب ولا؟ قالت له نعم. شكون هو الرب نتاعك؟ قالت له الملك الخمسان. هذا الملك الخمسان يقتل؟ قالت له نعم. يفقر؟ نعم. يغني؟ نعم. ها يحيي؟ ها قالت له لا. قال لها شوفي عندنا واحد الرب سبحانه، سبحان الدايم بالدوام من لا يسهى ولا ينام ولا تخلى من نور صام ساكن في قلوب العاشقين، هو اللي يحيي العظام بعد اللي كانوا راشيين. يا ودي قالت له يا الشيباني واش غادي نقول لك؟ ملي غادي يجي الملك الخمسان شوف واسمو غادي يدير معاه. ورحنا زايدين في الحكايه يا الشعب يا الجمهور الحبيب، وسمع الملك الخمسان راه جاي، سمع الحكايه واسمو غادي يصرى قدام مع هاد الشيباني. هذه الحلقه الرابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داخل الوطن وخارج الوطن.